صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شاب يريد أن يجمع بين طلب العلم والعمل لطالب الرزق، ولكن الأعمال شاب يقول أحسن الله إليكم شاب يريد أن يجمع بين طلب العلم والعمل لطلب الرزق، اي نعم، ولكن الأعمال المتوفرة تتعارض مع حضور الدروس العلمية، حيث أنه دخله بسيط مع احتياجات الدنيا الكثيرة، فهل يترك الدروس أم يصبر على دخله البسيط؟ هذا هو أدرى بنفسه، يدبر أمره ويوزع وقته، ولكن إذا احتاج إلى المال والنفقة وجلوسه لطلب العلم يجعله بدون نفقة فلا يجوز له، يطلب الرزق أولا، يطلب الرزق، فإذا بقي عنده فرصة لطلب العلم يطلب العلم. أما أنه يترك طلب الرزق ويتكفف الناس أو ينظر إلى ما بأيدي الناس يقول أنا بطلب العلم، لا. نعم.